كيفية المسح على الجورب. المسح على الجورب هو المسح على أعلاه، أن يمسح أعلى الجورب. ما أدري تتضح هنا ولا لا، ممكن تنزل الكاميرا. يعني بعد أن يبلل كفيه بالماء هكذا، يبلل كفيه بالماء، ينزل بكفيه هكذا على قدميه هكذا بس. وممكن اليمنى أولا واليسرى ثانيا، أو اليسرى قبل اليمنى، ما يضر إن شاء الله تعالى. لكن لو مسحهما معا فهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لقوله في حديث مغيرة، قال فمسح عليهما أو فمسحهما، فدل على أنه مسحهما معا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. ما أحكام الشتاء؟ يعني لا توجد أحكام خاصة بالشتاء يعني، لكن في الشتاء يعني يهتم الناس ببعض الأمور. وجزاه الله خير اللي قدم هذا السؤال، حيث يعني لأن في الشتاء مثلا يكثر لبس الجوارب أو الخفاف مثلا، فيكون أحكام المسح عليها. قد يكثر في الشتاء قضية نزول المطر فالجمع بين الصلاتين، أو يكون في الشتاء مثلا صعوبة الخروج من المنزل فتكون الصلاة مثلا في البيت. في الشتاء مثلا صعوبة الوضوء مثلا لبرودة الماء، أنا ما أتكلم عن الكويت، أتكلم بشكل عام. طيب، فقد ينتقل الناس إلى التيمم. يعني لعل هذا هو المقصود بقوله أحكام الشتاء، وإلا ليس هناك للشتاء أحكام معينة تخصه. نصيحة لما في الشتاء أنه ربيع المؤمن ليصوم النهار ويقوم الليل بدل السهر على ما لا ينفع. صحيح، يعني ربيع المؤمن الشتاء يصوم في هذا الشتاء، لأن النهار قصير، النهار قصير. يعني الحين شوف الحين كم يأذن المغرب؟ 5 إلا، يعني قصير جدا النهار، والفجر 5، يعني أقصر نهار تقريبا. فيستحب الإنسان يصوم في مثل هذه الأيام، يكثر من الصيام. وكذلك بالنسبة للقيام، يعني اللي ينام بعد العشاء، الحين العشاء 6:30 طالع من الصلاة، تشبع نوم يعني الساعة 3 تقوم شبعان نوم، يعني إذا نمت مبكرا زين، تقوم الليل تصلي لك ركعتين لله تبارك وتعالى. من جهة أنه يطول ليله ويقصر نهاره، وجاء في الحديث فيه كلام الحديث، وهو أن الشتاء الغنيمة الباردة، وذلك أنه ينال بدون جهد ولا تعب، وإذا سمي غنيمة باردة، حيث أن كما تفضلت أن النهار يقصر والليل يطول، والناس تشبع من الليل وتنام وتصلي وتقوم. وكذا الأمر بالنسبة للنهار، الصوم فيه سهل، فكانوا يستثمرون هذا الوقت. أني حضرت مرة في مسجد فكان المطر قد نزل في العصر، وقبل المغرب تقريبا بنصف أو ثلث ساعة انقطع المطر. فلما أقيمت الصلاة قال الإمام استووا اعتدلوا، قال له أحدهم تجمع يا شيخ؟ فقال لا، قال مطر؟ قال ما في مطر، أنا الآن دخلت المسجد ما في مطر. قال لا في مطر، قال ما في مطر، استووا اعتدلوا وصلى. فلما صلى الإمام بعد انقضاء الصلاة قال كلمة تقريبا 7 دقائق عن أحكام الجمع، وأن الجمع يكون مع المطر، كلمة طيبة يعني حقيقة، لكن الظاهر ما سمعوا يبون الجمع. فلما انتهى من كلمته والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد، قال حين تجمع لهم الجامع؟ قال لا ماني جامع، ما في مطر. قال لا اجمع. قال ماني جامع. قال وخر حين بنجمع. قال ماني موخر. فأخذوا ربعة في المسجد وصلوا جماعة، وللأسف صلى معهم تقريبا نصف المصلين. وهذه الصلاة على قول جماهير أهل العلم باطلة، ما تصح هذه الصلاة اللي جمعوها، وإلى الآن الصلاة معلقة في رقابهم، إنهم ما صلوا ذلك اليوم العشاء، لم جمعوا في غير حق، وصلاة باطلة لا تصح خاصة بمثل هذه الطريقة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها أكل بعضي بعضا فأذلها بنفسين، هل شدة البرد يعتبر نوع من العذاب؟ عذاب لا شك. الله سبحانه وتعالى لما وصف نعيم المؤمنين قال لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة، فدل على أن غيرهم يرى الزمهرير وهم أهل النار. فمن عذاب النار الزمهرير، البرودة، إن شدة البرد. ونحن الحمد لله يعني في بلادنا لا نجد شدة البرد
كثيرا، لكن في بعض البلاد يجدونها. يعني أخبرني بعض أقاربي أنه سافر إلى بعض البلاد الباردة جدا، يقول يقولون له يعني لا تلمس أنفك أو أذنك، زين، خشيت أن تنكسر الأذن أو ينكسر الأنف بمجرد لمسه هكذا ضربها ينكسر شدة من تجمده. وكذا يقول لا تحمل شيئا ثقيلا بأصابعك، أن تقطع الأصابع وأنت لا تشعر بها من شدة البرد. وحديثا ما كانوا يعرفونه قديما، لكن حديثا صرنا نسمع بشيء اسمه إيش، الكي بالثلج. سبحان الله، الكي البارد، فهو كي مؤلم. أنا ما جربته زين، لكن بعض أولادي كنت أخذهم من المستشفى زين، فيعطونهم هذا الكي البارد مؤلم جدا، وشوف بعد بعض الناس يصرخ وهو بارد سبحان الله، لكنه مؤلم جدا. فلذلك البرد غير طبعا البرد الذي يدخل في العظم ويسبب الآلام الشديدة جدا للإنسان. كما أن الحر مزعج، البرد كذلك مزعج. كما تفضلت الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى الله تبارك وتقول أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فنفسها الذي في الصيف أشد ما تجدون من الحر، ونفسها في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا الزمهرير أو البرد الشديد الذي يجده الناس في هذه الدنيا هو من عذاب جهنم والعياذ بالله، نفس. فلك أن يعني تتصور، مجرد تصور طبعا، كيف سيكون عذاب أهل النار، عاذنا الله وإياكم من يسمع ومن يرى من هذا العذاب. فالقصد أن لا شك أن الزمهرير عذاب، فالبرد يكون عذابا مؤذيا مزعجا جدا، والله المستعان. صلى الله يجيرنا من عذاب جهنم شدتها وبرودتها. هل هناك شروط كذلك متفق عليه على المسح؟ قلنا شرط اللبس على الطهارة، شرط أن يكون طاهرا في نفسه، شرط أن تعتبر المدة. هل هناك فرق في المدة بين إذا كان مقيما أو مسافرا؟ طبعا المقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة، المسافر 3 أيام بلياليها. هذا في حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن مسح النبي على الخف، قال يوم وليلة في حضر، 3 أيام في السفر. لو أردنا نمثل بأحد الفروض مثلا اللي هي أقرب المثال للمشاهد، جميل، لو أنا صليت الفجر ثم لبست جوربي لأذهب إلى العمل، طيب غسلت رجلي، جميل، المزل واحدا بالجوارب، طيب فصليت الفجر ثم توضأت غسلت رجلي وضوءا كاملا ثم لبست الجورب وذهبت إلى العمل، ما انتقض وضوئي، انتقض وضوئي مثلا قبيل الظهر، مثلا جيت أتوضأ لصلاة الظهر قبل أذان الظهر بدقائق، توضأت ومسحت على الجورب أو على الخف أو على الحذاء اللي يكون، نعم، فمسحت عليه، تبدأ المدة. إذا المدة تبدأ من أول مسحة، من أول مسحة، من أول لبس، من أول مسحة، على خلاف بين أهل العلم، والظاهر الله العالم عند أول مسحة. جميل. فتبدأ المدة بالمسح هنا. الآن لي 24 ساعة، إذا آخر مرة أمسح متى؟ غدا في نفس هذا الوقت لصلاة الظهر. يعني أمسح مع الظهر اليوم الثاني أم أتوضأ؟ أم أمسح أقصد لي أنا أمسح، يعني أنا مثلا مسحت الساعة 11 مثلا، 11 ونص مثلا، زين، بكرة 11 ونص مثلا، يعني قريب وقت الظهر، لي أن أمسح آخر مسحة لصلاة الظهر. فلو ظللت على وضوء مثلا إلى العشاء، ما نزعت الجورب ولا انتقض وضوئي ولا هذا، أصلي إلى العشاء إلى الفجر ما يضر. أما إذا انتقض فإنه يجب أن يجب نزعه ثم تبدأ المدة من جديد، وغسل، لا غسل رجلين، تبدأ الغسل من جديد، أي وضوء كامل مع غسل رجلين. والمسافر يكون له 3 أيام بلياليها، والساعات 72 ساعة. 72 كذلك شيخنا من التساؤلات حقيقة، يعني بعض الناس قد يعني يستغرب ويدخل العقل في هذه المسائل، يقول الشر قد أتى بمسح الخف من الأعلى، ومن المعلوم أن النجاسة تكون في الأسفل، فلو أردنا يعني طبعاً المسح ليس لأجل النجاسة، وما في نجاسة أصلاً، نعم، إن شاء الله تعالى. أو الاتساخ، إيه ليس هناك نجاسة، لكن هذا جاء أثر عن علي رضي الله عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسحه أسفل الجورب أولى من أعلى، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه على الجورب. هنا الاتباع، هنا الاتباع. شوف علي رضي الله عنه أصل هذه المسألة، أن لابد من الاتباع، الدين ليس بالرأي، الدين بالاتباع،
فكيف مسح النبي؟ مسح أعلى الجورب، نمسح أعلى الجورب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حتى مسح أسفل الجورب لا يؤثر، يعني لو كان في شيء يعني لا يؤثر، فهي قضية تعبدية أكثر ما إنها قضية يعني إزالة أوساخ أو إزالة نجاسات. كيف هي شيخ المسح على ظاهر الخف؟ لو فرضنا هذه هي القدم، نعم، وهذا الساق، نعم، هذه القدم وهذا الساق، زين، يبدأ هكذا يمسح بيده، يمر يده على قدمه هكذا ويصعد له. طبعا بعضهم يرى أنه مفرجة الأصابع مثلا هكذا على قدمه ويصعد على أول الساق مرة واحدة، بس مرة واحدة يكفي. وبعض أهل العلم يرى الأفضل أن يمسح بيد الاثنتين مع بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة يقول فأردت أن أنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فبعض أهل العلم فهم مسح عليهما أي مع بعض، فيمسح بيديها، يبلل يديه بالماء ثم يمرهما على القدمين مع بعض. لكن لو مسح اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى. بركتم.